عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس. اليوم جيت معاكم فيديو جديد. خرجت اليوم نتارا جديد في طنجة، نساريكم معايا. أنا جيت قلت على مديونة، ودابا قلت على أشاقة. صوركم جديد تشوفوا معايا الدنيا كيفاش عاملة. هذا موطا اسمه أشاقر، دنيا مزيونة. زيونا فكره كتحمق حار، الصبانية كتبقى صافية، حق الريح ما تسمعونيش. هذا موطا اسمه مالاباطا، هاهي الأوطيلات، هاهي كلشي أوطيل. عرفتي يا خوتي الدنيا غزالة كتحمق، وأكثر هي ويلا خرجتي على الصباح، منظر آخر ماشي بحال العشية. الصراحة اللي بغا يجي لطنجة مرحبا به، الدنيا غزالة في طنجة، هي كتحمق. طلع في هاد الدريجات، كاين تراسة كبيرة هنايا في طلل على البحر. بلاتيو ضيا جاهم برد، كاين شوية د برد هنايا، خليكم معايا. حنايا جبرتونا في جهة البلايا، كندورو جديدو. هما طلعو هيدا شمال نو بيع مارينا. ها هي مارينا، شنو اسمها؟ مارينا باي، دخل الطروينا ودخل مارينا باي، ايه عدخل مارينا غوطنا. ها واحدة معالي بعض عند وقتنا المرسل لو ¿Qué me pasa ahí? Yo es que no lo veo. ¿Qué me pasa? Bueno, tú sabes, ¿no? ¿Qué Yeah.
مطر واعر هنايا. حتى شو اصلا ما يبان لنا حتى حاجه. انا رجعت معاكم من بعد ما خرجت في الصباح ورجعت من الدار. جبرت خلطو الدراجة ديالي عاد اللي تشد بفيوس مزيوني الصراحة عجبوني، وقلت انا نشارك معاكم هاد المقادير. عندي هنايا جوج كيسان ديال الحليب، ها هادو دافي الحليب دافي. وعندي غنعمل مغروفة السكر ومغروفة الخميرة، هادو هاد المغارف هادو. وعندي هنايا جوج بيضات، شوية الزيت، ها وخميرة الحلوى. ولكن هادو غنخليهم حتى لاخر مرة، غادي نعمل الحليب والسكر والخميرة غنخلطو مع بعضيتهم، وحمغروفة د الطحين غنخلطهم وغنخليهم حتى يتفاعلوا. من بعد عاد غنرجع معاكم وخليكم معايا. صافي انا نسيت كاع ما خلصتوش معاكم مع العيال هنايا تبارك الله. ديك الساعه ني تك ما شاركتوش معاكم كنخلط، ولكن من بعد دابا غطيتو باش يتفاعل نخلي شويه. شحال خدوش؟ غيعمل بواوق. ديك الساعه ني تك رجعوا عملوا له الطحين وانتم معايا. شحال غنعملوا البيضات؟ جوج بيضات، يعني هادو جوج العبارات ياك خرجوش؟ هادو جوج العبارات. نص كاس الزيت، جوج مغارف ديال الحلوى، جوج خميرة الحلوى، هدا لافاني ياك، جوج لافاني. كتعبر بداك الكاس نيت اللي عبر به اللي بغا يعبر عينو ميزانو تخرج هاداك قبيلتي عملت مغروفة السكر ودابا غتزيد ليا خرايا كخدمتي نزيد شحال؟ 8 ها غنزيد 8 د المغارف. يعني 10 مغارف السكر اللي كيعجبو الحلاوه يزيد كل واحد والذوق ديالو. مني هاد الكيسان وغتخلط وغتشوف شحال غيدخل لافي على حسب الطحين. كاين الطحين كيشرب الماء وكاين الطحين اللي ما كيشربش.
وحنا هي الدار تبارك الله عمرة، هي عندها جوج العبارات. يعني الطحين تقدروا ما تعبروش على حساب كل ما هزتكم العجينة. دابا كتخلط بيدك باش كتعرف. هاي من بعد ما جمعتها دات معها 10 كيسان ديال الطحين، الكيسان اللي عبرت بيهم الزيت وهادي الحليب فيهم كتعبر الطحين، وعلى حسب الطحين اللي عندكم، كاين الطحين كيشرب وكاين الطحين ما كيشربش. وحنايا كاع ما قلت لكم الملح، راه عملت الملح ضروري، الملح ضرورية. صافي عليها هاهي. دابا عملتو فوق لورنية كتجمعو صافي، ماشي زعما زعما كتعجنو ما والو، غي كتجمعو. هاهي دابا عملت دهنت هادي بالزيت وغتخلي هنايا يرتاح. صافي غتغطي وتخليه يرتاح حتى يخمر ونرجعو معاكم. من بعد ما خمرت، بعد ما خمرت عملت جوج المغارف د الزبدة هادو. دابا غادي تدير هكا حتى كدخل في هاديك الزبدة مزيان. من بعد ما عجناتو بالزبدة يعني عيد كاتو دخلت فيه ديك الزبدة، ودابا هي كتكورو. ها هو كتعملو في عاد صغاري كتعملو في اللاطة، هو كيتلصق صراحة. كون كانت كون عندكم الخطر شوية شي معاه، كاين الطحين ما كيلصقش، هذا الطحين شوية ماشي في تما. صافي دابا هي عدلاتهم قطعاتهم كاملين، دابا تعملهم بيطات، ديرلهم بيطات. دابا هي عدلاتلهم الجنجلان لي دهناتهم، عدلاتلهم الجنجلان. هاهما بويوس من لي طابو، جاو مزيانين الصراحة، جاو واعرين. شني نسيناهم شتي تتحمرو بعد منهم بزاف، حق واخا الطحين شكي جاو مزيونين. إيوا صافي هدا هو الفيديو ديالهم هاد النهار خفيف وظريف. اليوم دابا العشية غنعدو واحد كويس ديال الأتاي وغنبوسو ناكلو البويوس ديالنا. هذا هو هادشي اللي كاين. ولا عجبكم الفيديو عملوا لي لايك وبارطاجيو، وهادشي اللي كاين. شكرا للفيديو اللي ماجي ان شاء الله. يلا السلام عليكم، الله يحفظكم.